السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض موقع اسمه codespaces.io، وتقدر تشغله اونلاين او تقدر تسطبه عندك على الكمبيوتر، وبيشتغل برضو على الموبايلات، تقدر تسطبه عندك على الاندرويد او الايفون او ده هيخليك تعمل يعني فيرتشوال رياليتي، وتقدر تعمل جولة افتراضية في المكان، هتقدر تبني مباني جواه، وتقدر ان انت تعمل مثلا دي ان ايه موديل، تعمل انت جرافيتي روم، غرفة من غير جاذبية، تقدر تعمل دراسة لحاجات فيزيائية. فلذلك الموقع دوت بيستخدم كتير جدا في المدارس، هو اصلا قايم على فكرة ان انت لا اما مدرس لا اما طالب، وبتبدأ تدي تاسكات للناس بشكل حلو قوي، وممكن تشوف سيموليشن كتير جدا. طيب في برضو جوجل بلاي واب ستور، تقدر تنزل منهم التطبيق، مع العلم ان حاول تدخل بنفس الحساب بتاعك، يعني لو انت عامل حساب على المتصفح او على الانترنت حاول تاخد نفس الحساب بنفس الايميل على الموبايل بتاعك عشان يكون اسهل في التواصل. اول ما تفتح الحاجة تلاقي نفس الدروس. في امكانيات كتيرة مجاني، لكن في امكانيات اكتر اللي هي بفلوس. codespaces education زي ما انت شايف في حاجات كتيرة جدا، اكواد و والحاجات دي كلها. طيب اول ما تبدأ تعمل حساب تقدر ان انت تجرب الحاجات دي كلها، وهتلاقي هنا كلاسز، ما انا بقول لك ايه قايمه على فكره فصول، فلما تقول له كرييت كلاس او جوين كلاس از ستودنت، جوين كلاس يبقى لازم يبقى فيه كود المدرس هيديهولك. طيب خلينا نقول له كرييت كلاس واسميه مثلا ام او، واقول له كرييت، بيقول انت لازم تعمل ابجريد. ليه؟ لان انت مسموح لك ان انت تعمل وان كلاس بس. تمام، خليني اجي هنا واقول له ديليت، فتقدر بعد كده تلغي الكلاس على طول. ماشي، كرييت كلاس واسميه مثلا معاذ، واقول له كرييت. بيقول لو انت عايز تضيف ستودنت، لما تضيفهم من الناس اللي انت تعرفهم او تدي له الكود ده. لو انا اديت الكود ده لحد، لو انت خدت الكود ده وضفته عندك، هتلاقي نفسك من ضمن الطلبة، وتبدأ ان انت تشوف نفس الحاجات اللي انا بعملها. طيب بعد كده ممكن اعمل assignment، وابدأ ادي واجبات للناس، اضيف student، اضيف طلاب. ده هنا assignment، هنا البلاي جراوند. تمام، فيبدأ تشوف بقى الطلبة وتشوف المدرسين وتشوف كل حاجة. طيب تعالى بقى ندخل على codespaces واقول له كرييت كوزبيس. طيب بيقول لي انت اكتر حاجه بالنسبه لك 2، فخليها نلغي. زي ما انت شايف محتاج تاخد حساب بفلوس عشان تقدر تشرح. اقول له كرييت كوزبيس، فبيقول لي انت عايز حاجه تكون امتي فاضيه، او في حاجات تانية بتكون جاهزه، وفي حاجات 360 صوره 360، وفي حاجات مثلا كويس وفي تاور. طيب تبدأ بتشوف انهي بيئة اللي انت عايزها. انا مثلا اقول له امتي، وابدأ ان انا اضيف العناصر مع بعض، ونبدأ نشوف ازاي نبرمجها. جزء البرمجة ده مهم جدا. طيب تعال هنا تقدر تضيف اكتر من مشهد، نيو سين، تقدر تضيف مشاهد تانية لو انت حابب. ممكن تيجي هنا نضيف كاميرا، الكاميرا دي بقى تقدر انت تتحكم فيها تبقى موجودة فين، بحيث انها تبقى شايفة العناصر اللي انت تحطها عشان لما نقول له بلاي. طيب تعال نشوف بقى اللايبرري اللي عندنا، هتلاقي تقريبا كل حاجة انت ممكن تتخيلها موجودة. ممكن نضيف مثلا الشخص دوت. طيب الشخص ده بعد ما ضفناه بيدينا 4 حاجات، روتيت، فبتلاقي ان انت تقدر تلفه في جميع الحاجات، الاكس والواي والزد، وممكن تقول له انا عايز اتحرك، فتبدا ان انت تحركه بالشكل دوت، وتقدر تقول له انا عايز اتحكم اب وداون من هنا، او ممكن عايز ان انا اعمل له دراج تو سكيل لو انت عايز تكبر السكيل بتاعه. طيب تعالى ممكن نقول له بلاي، فيبدا يدخلك في ان انت تشوف المشهد بتاعك هيبقى عامل ازاي. طيب خلينا نقول له باك، وتعال نقول له library،
هتلاقي هنا كل الشخصيات الانيمال، نقدر نختار مثلا اي حيوان انت عايزه. تمام. طيب وتقدر تضيف مثلا هاوس، تشوف ايه الهاوس. طبعا الامكانيات بتبقى اكتر بكتير لما يكون الحساب فلوس، لان في حاجات كتيره مغلقه ممكن تقول له انلوك بس لازم هتدفع فلوس. هنا بقى ممكن نضيف نباتات، بالشكل دوت ممكن تضيف. طيب هنا ممكن تضيف بقى عناصر خاصة مثلا زي ديت الكاميرا. طيب انا عايز اضيف الحركة للشخصية اللي احنا ضفناها، فاجي هنا ادوس رايت كليك الاقي جزء بتاع الكود، تقدر ان انت تضيف له كود برمجة تليك ان انت مثلا تخلي ان هو هيتكلم فيزيكال. طيب خلينا نقول له مثلا، ممكن تقول له اتاش لحاجة معينة انيميشن. انيميشن هبدأ اقول له مثلا رياكشن مثلا معين او اكشن معين. ماشي، ده رياكشن. طب الاكشن عايزينه مثلا ان هو كأنها مثلا بيجري مثلا او بيقعد ويقرأ. طيب لو خليناه يقعد يبقى لازم نشوف له كرسي يقعد عليه، يعني شكله كده مش منطقي. تمام. مثلا ممكن تقول له ووك مثلا. طيب خليني بقى، احنا ضفنا له الحركة، عايزين نضيف له حاجة برمجية كده. ممكن تقول له انا عايز اضيف له كود. طيب ممكن نقول له احنا عايزين نستخدم الكود بلوك، او نيجي هنا ونقول له كود. ممكن تقول له بقى شو نيم، يبدأ يظهر الاسم والكود بلوك. طيب خلينا نخش بقى على كود، بدأ يضيف لي الجزء بتاع البرمجة. ممكن اقول له انا عايز اضيف كو بلوك، بيزك بلوك. فكرة ان انت تجرب بايثون بقى او تايب سكريبت او كو بلوك اول بلوك. طيب هنا بيقول لي لما تدوس على زرار بلاي اللي هو هنا نعمل ايه، فممكن اقول له ترانسفورم واقول له حرك لي الكاجوال جيرل ديت كم متر، 3 متر مثلا في كام ثانية، مثلا في ثانيتين. طب للأمام ولا للخلف زي ما انت عايز. خلينا نقول له جرب، فيبدأ يخلي في حركة اهوت. طبعا تقدر ان انت تزودها تخليها 500 متر براحتك لو انت شايف ان في حاجة تانية ممكن تضيف. طيب عايزين نحرك الحصان ده، فممكن اجي الحصان ده واقول له انا عايز اعمل له كود اهوت. تمام، يوز ان كوبلوك، وهاجي برضو هنا في الترانسفورم واقول له موف. لما انا حطيتهم الاثنين ورا بعض كده ايه اللي حصل؟ يبقى ده لازم يخلص الاول وبعد كده ندخل في الحاجه التانيه هورس، وده مش منطقي يعني بس بنشرح الفكره. الهورس ممكن بقى تيجي هنا وتقول له كوبي، تقدر تقول له كام ثانية وهكذا. مثلا هنخليه يتحرك 3 متر في ثانية مثلا. طيب بس تعال نشوفه وبعد كده نشوف الصح ايه. كده معناها ان الكاجوال جير هتتحرك لما تقف الحصان يبدأ يتحرك، والحصان مش مديني تأثير ان هو بيجري او بيمشي، فدي لازم نحلها. كل اللي هنعمله ان احنا نيجي هنا وهنقول له احنا عايزينك تعمل اكشن انيميشن ان هو مثلا بياكل او ران او ووك زي ما احنا عايزين. فكده لما تبدا تعمل حركه هتحس فعلا ان الكلام منطقي. طيب ممكن بقى تيجي هنا تقول له بلس وتقول له انا عايز كوب بلوك تاني. الكوب بلوك ده خاص بالحصان ان هو ايه هيبدا يتحرك مع بدايه الحركه. وخلينا نيجي هنا ونلغي الهورس من هنا. ريموف، فلما نيجي نقول له بلاي هتلاقيهم هما الاتنين بيتحركوا في نفس الوقت، بس ممكن الحصان محتاجين ان احنا ايه نخليه يتحرك مسافة أطول.
تمام. تعالى نيجي كده، ده الهورس اتحرك مثلا 20 متر ولا 10 متر زي ما احنا عايزين، محدش يقول لنا حاجة. وفي كام ثانية؟ نخليه مثلا في 3 ثواني مثلا أو 4 ثواني. طيب لو الفتاة دي خليناها مثلا نعمل عليها زوم كده وقلنا له ان احنا عايزين نعمل انيميشن انها، او خلينا نحط شخصية تانية لإسراء الفيديو، مثلا الشاب دوت، هنيجي هنا ونقول له ان الشاب ده الانيميشن بتاعه، او ان هو مثلا الحركة بتاعته مثلا اكشن، ان هو مثلا ممكن يبقى راكب مثلا راكب حصان مثلا. لو انت كاتب له ده درايف كار يبقى هتحط له برضو كار، تمام، على اساس المشهد يبقى كامل معاك. رايت هورس مثلا. طيب بص بقى هنا كده، يبقى انا محتاج ان انا ايه اعمل له موف فوق الحصان دوت، ماشي. يبقى انا محتاج اقول له اب وابدا اخليه يطلع، اظبطه بقى مع الحصان. طيب الحصان دوت كان ليه حركة معينة، خلينا نلغي الحركة ديت واقول لك ليه دلوقتي ريموف. ونيجي بقى نربط الاتنين ببعض، هنربط الاتنين، هندوس على الاتنين وادوس هنا واقول له اعمل لي جروب كده، الاتنين المفروض بيتحركوا مع بعض. ممكن تقول له بعد كده ان جروب، ممكن تقول له كودز واقول له استخدمه في الكوبلوك. طيب هنا لما نيجي هنلاقي بقى ان احنا عندنا الجروب اهو، تقدر تغير اسمه وتدي له مثلا كام ثانية وكم متر، 11 متر مثلا، وتقول له بلاي. طبعا محتاجين ان احنا ننزله سنة، انت بقى تبدأ تظبط زي ما انت عايز. شفت الموضوع سهل ازاي؟ ان شاء الله برضو نكمل شرح للكوز بيسز لان هو جميل صراحة.